هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ليش يديرهم هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا اثناء الحملة الانتخابية ديالو اللي كانت يعني دار واخا 3 ولا 4 مدن وبعد ما خلاوهش بوعزة وكلام نفلوه ودخلوا للحبس يعني دار ما دارش حملة ما كانش محتاج لحملة. المهم السيد لما راح لطن راس دار وعد كبير 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 كثر من راسه. نسمعوا هل بعد هذايا واش يقول. في اليوم 19 من الحملة الانتخابية تعهد المترشح الحر لرئاسة 12 ديسمبر عبد المجيد تبون باسترجاع المكانة اللازمة لولاية تمنراس وتحويلها إلى قطب سياحي دولي بكل المعايير. تمنراس معروفة منطقة تجارية منطقة سياحية إن شاء الله إن شاء الله نشوف ونحاول بقدر الاستطاعة وإن شاء الله ننجح أن تعاود ترجع قطب سياحي من أكبر الأقطاب في المغرب العربي وفي أفريقيا. ولدى تنشيطه لتجمع شعبي أكد تبون التزامه بترقية المركز الجامعي لطمنراس إلى جامعة كاملة وفتح مدارس عليا في مختلف التخصصات. بالنسبة للطالبات والطلبة نتعهد باللي بمجرد ما تكون فيه فرصة طمنراس تترقى إلى جامعة جامعة كاملة بكلياتها والكليات بالنسبة للهندسة بالنسبة لليمين بالنسبة لكل ما يتعلق بالمنطقة هذه. كذلك نحاول كيفاش نجيب من المدارس الكبرى تاع اللي في العاصمة واللي في وهران واللي في قسنطينة وندلوكاليز جي هنا ثاني كذلك مدرسة وطنية هنا في طمنراس. المترشح في صلب برنامجه الانتخابي قطع لمناصره وعدا بمراجعة أسعار النقل نحو أقصى الجنوب مع العمل على تجديد شبكة الطرقات ومد خط السكات الحديدية ليربط طمنراس بالعاصمة. هذا تاع طمنراس العاصمة تي جي بي تسمعوه ومن بعد نقولوا هذا راهي طمنراس السي أسألوش حكا على السكرة. يصبح المواطن ولد طمنراس يركب في القطار من المحطة نتاع طمنراس قطار سريع قطار وكهرب يوصل العاصمة بعد 8 سوايع ولا 9 سوايع بلا ما يحس بالسفر. شتو القطار يجي في المهم القطار راهو جاي وراهو يستنى فيه تبون في محطة آخر في العاصمة هاو لي قدام تبون يستنى في القطار في محطة آخر فوالا شحال عندو من قال الكلام هذا أكثر من 4 سنين ماذا أنجز تبون في طمنراس القطب السياحي وين راه كش ما جا سايح كش ما تبنى أوتيل كش ما توسع مطار ورينا واش دار قالك هو عنده 54 نقطة في البرنامج تاعو كملهم مسخر راهو 54 كلمت قلتها وطمنراس راح تعود قطب سياحي طمنراس راح تكون فيها جامعة راح يجيبوا منها طلبة مدارس كبرى نفتحوهم في طمنراس ويزيد
تجري. ناخذ بعض الصور عن راس 4 سنين بعد وصول تبون، وبعد هذا بعد هذا الوعود. هاي الحياة في دنراس كيفاش راح باش تشوفوا الحياة في دنراس. تاعك وبصحتك بوزلوف البرويطاني نقول لك تعرف له حوله كاع شحال 20 30 50 و20 و30 يعني انت و10 الاف مازال. اوه لافير، اه يا لافير يا جماعه الخير لافير، تعرف تفطر بوزلوف راني نقول لك محرحر واش يعجبك محرحر. شوف الحرور يا خويا يا خويا وشي قوات راني نقول لك انا تخيل نحن الحساسية بصوصو. أيوة لباس ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا في مدينة مراسيت وهذا السفساف طبعا، والحمد لله سوق عامر ورمضان كريم، إن شاء الله تصومون وتفطرون على خير. وتحية للمصور، تحية لكل جميع، وتحية للجزائريين بإذن الله. قهواجي جاي تمص مرسمين عليه هنا يا انا مرسمين عليه هنا خاصه المرحله المرضعه تاكل هذا الشيء. شو الفيتامين هذا؟ هذا فيتامين ولا واش؟ فيتامين ولا كوكاو؟ فيتامين قال لك انا جيكو ب 200,000. نظن باللي هذه لافير ما كانتش يا جماعه الخير. وعلاش كي لما هذا السيد اللي مهبط راسه خايف من الكاميرا ويبيع شي يقول الحمد 200,000؟ هذا كلا كلا بديت نتوسوس منه، زعما هذا اللحم وين يكون لقاه؟ وكيفاش اللحم عند الجزار ب 160,000 ويبيع في الجيكو ب 200,000؟ ولا ما تقول لي هذا هو الباندا نتاع اللحم؟ ايوا اذا تشوف عندهم الباندا نتاع التمر، حنا عندنا الباندا نتاع اللحم. والو هادو الناس ما فيهم الامان، سير كاش ما لقى جيفه مطيشه في تليجرام بعيد سلا خاو جاي لي كيديرها هنايا. ادغاك ما الصينا غلا قارب لافير هذا السيد. جيكو تاع الحمد 200,000 والدوارة طايبة راني نقول لك يا خويا يا خويا الدوارة واجدة. فوالا يبيعوا في الحمد جيفة. شوفوا السوق كيفاش داير. دوك نشوفوا جايب اخر شي تنراس اللي وعد بها تبون هايليك. بسم الله دي مغارة تخرجك ديرك من العالم اخر. انا يقول لك يا الحالة راهي كما تشاهدون الصورة سكاي. بسم الله 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 بسم الله. هيا هادو يلعبوا في الزوبية هنايا لطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. واش راكم ديروا هنا نجمع؟ ها؟ وين من عايلك انت؟ ها هذا السيد حفيان. حفيان هنا في الزوبية. انا عندي النعايل. انت لابس نعايل؟ وخوك علاه ما عنده النعايل؟ وين تلعبوا في الزوبيا انتوما؟ خلونا من الحرب رحم الله الوالدين. جماعة الخيلات راهم قالوا لك محبسوا في حبسوا الحرب. نديروا 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 صفحة ولا توصل الرسالة اللي على سلطة البناء. هذا هو الحل النهائي. كاين الحلول ما قدروش يسيروها في الولاية نطلعوها لي على سلطة. مالا في الليل ما ترقدوا كاع؟ ما رقدوا كاع، الدخان داير فينا حالة. الناس لا مرضى كل يوم، الناس لا مرضى. انا ولادي كاع اولاد وهذا لازم كل يوم انا كل يوم دمت على اللازم. كل يوم بيهم مرضوا مرضوا من اللازم. ثبت هذا النفايات محروقة كل يوم زاد. شوف من دروك العصر يبدا حركة في النفايات ليلا نسبة كي انت فايت هنا تحسب روحك راك مركز محرقة. الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني. أخ صابون بارك الله فيك على هذه الزيارة. أنا وقت مازال بعدين رحت المغرب.
شوفوا تنرست انقر صور اخرى تاع عشاكم النفايات يلعبوا في الزوبيه هنايا لطيف الله يرحمه واش راك مدير لا حول ولا هاي طبعا هذه تنرست الوقت بها ستبون ايوا شفنا سباب الحشم نسمى النفايات هنا قمامة السياحة ما كانش الجامعة اللي تكلم عليها ما كانش المدارس الكبرى ما كانش التي جي في ما كانش التي جي في الكذبة ديالو وين قال لك قاطر راح تجي تستثمر هي راح درنا التي جي في تاع راس العاصمة يعني كل القطريين أغبياء ما على بالكش تاعي عندك دراهم مخبيهم في الماريكان 70 مليار دولار احتياطي صرف وتقول قطرة روحوا رموا دراهمكم في الرملة مي تحسب الناس غبياء ويرا باش راح يربح منها تيجي بي تم راس العاصمة عمر ما يكون فيه مدخول ولا مربوح كثر من الطيارات سي كثر من الطيارات ما تبقاش تم راس صغير تم راس انجي خليها قسنطينة العنابة وديرها صح قطب جامعي وتولي صح قطب سياحي ويعودوا الطيارات ما يكفوش اليوم داير طيارة واحدة وتقول لي الآخر هاي الوعود الكاذبة حكاية النراسة الوعود الكاذبة كاشفة سي تبون ولما تكون فيه إنجازات تبوني يخاف يروح يدش الإنجازات هذا يخاف يروح يدش الإنجازات هذا ما راه حصل في تيزي وزو نشوفوه بعد الجينجل.